السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الإسهال في مواليد الماعز والأغنام، في المواليد بالذات بالأخص حديثة الولادة لا يا عمره ما تتجاوزش أسبوع 10 أيام 15 يوم بيحصل عندها إسهالات. وطبعا الإسهالات دي ناس كتيرة بتعاني منها، والإسهال في الحالات الصغيرة 90% منها ما بيطلعش، بيموت إسهال بمجرد ما بيقعد يوم أو يومين يسهل، المولود ما بيعرفش يقف على رجليه خلاص، بيجي له هزال ضعف جديد وبيقع، بيموت في خلال يومين أو ثلاثة بالكتير، إذا ما تعالجش بيموت. فطبعا العلاج لابد تستعجل في العلاج بأقصى سرعة من أول يوم تشوف فيه الإسهال. طبعا أنا كنت منزل فيديو قبل كده اسمه الإسهال برضك في المواليد، وكنت مستخدم الأنتينال البشري، كنت بستخدم الانتنال البشري ده وكان جاب نتيجة كويسة. بس المرة دي جاني اسهال تاني في عند الغنم اهي زي ما انت شايف، شوف الاسهال هنا، الاسهال لونه مخضر شوية مش اصفر، ده اديته انتنال بس ما جابش نتيجة، ولسه حقنه دلوقتي. هنوريك الدواء اللي استخدمناه عشان خاطر كلها زي ما قلنا تجارب عملية، استخدمنا المرة دي غيرنا الدواء، استخدمنا البنسلين، ده عبارة عن بنسلين، الجدي الصغير ده اخد سنتي، ومع البنسلين برضك ده اخد ابرتين، اخد دفلام اللي هو المادة الفعالة ديكلوفين. ظبط لك الصورة بس، ديكلوفين ده يعتبر خفض حرارة ومسكن الام وضد الالتهابات، عندك زي ما انت شايف بيستخدم برضك في التهاب الضرع، بيستخدم في التهاب الامعاء. فطبعا انا بندي ده مع البنسلين، ده في ابره وده في ابره، كل واحد لوحده. ان شاء الله انا اديت دلوقتي، ان اديت لده سنتي، واخوه نفس النظام كان عنده اسهال هو كمان، بس اسهاله اخف شويه من الثاني من اخوه. الاثنين واخدين اسهال، الاثنين واخدين العلاج ده ان شاء الله، واخدين بنسلين مع دفلام، واحد نص سنتي دفلام، نص سنتي دفلام وسنتي بنسلين، وان شاء الله هنتابع مع بعض النتيجة خلال يومين او ثلاثة ان شاء الله، عشان طبعا زي ما قلنا تجاربنا كلها عملية ان شاء الله، والدواء اللي هيجيب نتيجة بنشاركه معاكم ان شاء الله عشان الكل يستفيد، تجارب عملية مش كلام نظري على الورق. فان شاء الله يومين ثلاثة لو الدواء جاب نتيجة، في طبعا في بدائل تانية هنستخدمها، لو الدواء ما جابش نتيجة في بدائل تانية، في عندك الجنتا، في الاوكسي، في بدائل تانية، في اكتر من، طبعا المرض ما بيعالجوش دواء واحد، في اكتر من دواء بيجيب نتيجة، بس انا بستخدم الدواء اللي بستخدمه بنشاركه معاكم عشان جاب نتيجة الكل يستفيد، ما جابش نتيجة بنستخدمه البديل برضك مع بعض ان شاء الله. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.